معايا عصام من الشرقيه الاول علشان انا عارف ان المشكله في الاتصالات صعبه اليومين دول. استاذ عصام اتفضل. السلام عليكم يا فندم. سلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا عندي في ترعه اسمها ترعه الجنيزه جايه من الخرشيديه اللي هي جنبيه نوباس. ايوه. مش هتصدق يا فندم والله فعلا بقى لها اكتر من 10 او 15 سنه ما شفناش الميه فيها. امال بتروي منين يا عصام؟ بنرمي اللي هي المواسير اللي طالعه من الارض يا فندم. اه يعني عاملين دقين مواسير. دقين مواسير دي اللي شغالين عليها. طيب. والمسافه قريبه جدا والفوم بتاع المسقه اللي هو ترعه ده يا فندم المواسير بتاعتنا مقفوله. طب انت بتكلمني على حاجه بقى لها 10 15 سنه ما فيهاش ميه. دي مشاكلها ايه بقى؟ يعني هي محتاجه ايه عشان ارجع الاقي فيها ميه تاني؟ البوابه بتاعت حضرتك اللي هي تتنضف وفي حجاره اللي هم كانوا عاملينها الدبش مدبشينها كده حوالي 10 متر 15 متر طول دي كلها بايظه ونازله في قلب الترعه مردومه يعني المشكله كلها في الجزء اللي هو اللي في الاول. عصام انا هطلب منك طلب تساعدني فيه. مفيش حد في مصر دلوقتي معهوش موبايل فيه كاميرا. صورها لي. صورها لي. فيديوهات كده صغيره وابعتها على رقم الاستاذ عزيز رئيس تحرير البرنامج وانا هتواصل مع وكيل وزاره الري نعرف ازاي الوضع ده موجود بقاله 10 15 سنه. حضرتك كنت فين من 10 15 سنه؟ طب اللي كانوا مسؤولين عندك في المكان ده مهندسين الري بيعملوا ايه؟ الراجل اللي في الجمعيه الراجل المحترم مدير الجمعيه الزراعيه ما لفتش نظره او انتباهه ان في مشكله عند الناس دي يروح يبلغ؟ فبعت لي الفيديوهات دي وانا النهارده هتابع. نعم استسمحك يا فندم برضه في سؤالين بسيط قوي مش هطول على حضرتك. لا طول براحتك اتفضل. عندي ترعه يعني عشان تصدق حضرتك ان انا في مشكله كبيره في ترعه بينها وبين ديت برضه بدء منها حضرتك ما جاتش نفس الميه برضه من نفس الطريقه بقى لها برضه نفس الفتره دي يا فندم. والمشكله الكبيره ان ميه الصرف فيها يا فندم طلعت هتطلع الارض خلاص. انا مصدقك مفيش حاجه اسمها عشان تصدقني انا مصدقك في كل كلمه قلتها. طبعا الاعداد خد رقم حضرتك هتلاقينا بنكلمك تاني وهتلاقي المسؤولين عندك في الشرقيه بيكلموك هتابع معاك لغايه لما نعيد احياء ترعه بقى لها 15 سنه او 10 15 زي ما حضرتك بتقول ماتت. يعني ما انت بتقول ما شفتش فيها ميه يبقى كانت بتعمل ايه كل السنين دي؟ فهنرجع نشوف دي في جدوى ان احنا هنرجعها تاني هتعملوا لهم بديل. الناس دي عندها ارض زراعيه. عينيا الاثنين يا عصام بشكرك.